taking my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kick me out, I like bro. My bitch don't wanna be friends. I give her this shit. ازيكم يا جماعه، اخباركم عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسين، فيديو جديد. وفيديو امبارح طبعا العيد كان شاغلكم، انا عارف يعني، الله يكون في عونكم كده. الناس اللي كانت بتنظف، الناس اللي ما عرفتش تتفرج على الفيديو اساسا لانها كانت صايمه، مع ان الفيديو ما فيهوش حاجه يعني عشان تفطر. عايز بقى اشوف اقوى تفاعل على الفيديو ده، لان الفيديو ده متعوب فيه بصراحه. يعني انا مصور فيديو امبارح ومصور فيديو تاني يوم اهو، يعني مش حارمكم من اي حاجه. ما بقولهاش مثلا لا ده انا خلاص كده فرهطت ومش هعمل ومش عارف ايه والجو ده، ده عيد هنخربها فيديوهات. مع ان انا المفروض كنت طالع مرسى مطروح يعني، بس مش عارف مين ابن اللذينه اللي بص لي في السفريه ما نفعتش خالص. معلش وملحوظه بس قبل ما اخش في بدايه الفيديو كده، في قناه هتظهر هنا، قناه ايه خالد. القناه دي تعليميه، يعني مثلا من اول كي جي 1 لحد ثالثه ابتدائي كل المواد تقريبا لو انت عايز تتعلمها او ابنك يتعلمها او اخوك يتعلمها عامه يعني، ادخل تابع القناه دي. غير كده اللي هي بتقدم كمان كورسات فرنساوي وانجليزي لايا كان السن بقى، سواء انت صغير او كبير او حاجه زي كده، زائد اللي هي بنت عمتي اساسا. فالقناه اسمها ايه خالد وهتظهر هنا برده، وهتبقى في الديسكربشن تحت في الوصف وفي اول كومنت، فيا ريت تخش تشتركوا في القناه عندها. ما علينا، تعالوا نخش بقى في فيديو النهارده. بس تحذير هام مني، مرضى القولون يا جماعه ما تتفرجوش على الفيديو ده، وانا مش مسؤول على النتيجه اللي هتحصل لك بعد الفيديو ده. لا وانت منشكح او كده، هما كبروا منشئ شويه. ايه يا ابني ده، انت سايبه كده يلعب في حاجتك عادي؟ انت مجنون يا ابني. بقولك ايه، اصلا عايز اجرب اللعبه دي. تلعب ايه يا عم؟ هي ملاهي. اه يا عم ملاهي يا ابني. لعبه دي انت مجنون، وبعدين انا ما عنديش امكانيات. تصدق اه فعلا خساره. اطلع بره يا عم. وانت يا عم لا، انت في ايه؟ انت بتلعب في حاجه غيرك ليه؟ ما تلعب في حاجتك، ولا انت عشان ما عندكش نفس الامكانيات اللي عنده يعني؟ وبعدين ايه ليه الخروف اللي انت عملت تعصر فيها دي؟ حرام عليك، في بنات فلات كتير جدا نفسها توصل للمرحله دي. شوف الفيديو اللي بعده. بتسلم مش هسلم كلام، مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر انساي. معلش انا عايز اعرف حاجه واحده بس، يعني انت مش حاسه بهوا من تحت؟ يا بنت انا خايف عليك، افرضي جالك برد من تحت. عيله مهزقه. شوف الفيديو اللي بعده. تفتكري يعني لما تقولي لي هتيجي ده انا هزعل؟ باي. جاموسه بتقع في الترعه. طب انت خلاص يعني مش زعلان اللي هي سابتك، بتصور الفيديو وبترمي نفسك في الترعه. ايه يا جدعان الابداع ده بجد؟ ابلكيشن تيك توك ده لو يعني بيتكلم كان زمانه صوب باللي بيحصل فيه. بس بجد شابوه ليه يا عم، ده واقع زي البطريق. يا عم اسكت الله يهديه، عادي لو عايز اديه. يا ابني ارحم امي بقى واطلع بره. طب تعال نشوف الفيديو اللي بعده. بس الفيديو اللي بعده يا جماعه هادف، انا مش فاهم منه اي حاجه، اتفرجت عليه مرتين بس. تعال نشوفه مع بعض. اهلا بيك. دي طاسه بنعمل فيها البيض. سبحان الله، اول مره الطاسه فيها بيض. كم دي كنكه؟ لا ما تقولش بتعمل فيها ايه؟ بيض. انا اسف، اتفضل حضرتك. بنعمل فيها القهوه. قهوه. ودي الميه اللي انا بشربها عشان ما بشربش ميه من الحنفيه. ميه حنفيتي يا عم؟ انت من ايه دي حنفيتي ايه وبتاعي؟ ده كفايه اليونيفورم اللي انت لابسه. كم؟ ودي مناديل. ايوه انت جاي من العالم ده، احنا مثلا لسه هو احنا في كي جي 1 يا ابني بتعلمنا؟ ده اللي في كي جي 1 عارف ايه اللي انت بتعمله ده. ده ميه، دي مناديل، دي طاسه، دي كنكه. وحد قال لك ان احنا متوحدين؟ بتقول يا عم المفيد. نزلت فيها شويه ميه. كل الحاجات دي مالناش دعوه بيها وملهاش دعوه بالفيديو خالص. سبحان الله، ملهاش علاقه بالفيديو اساسا. هو بتعد فيها من الصبح ليه؟ هو انت كده يعني بتغرينا؟ انت كده غني مثلا؟ ايه ده عندك طاسه؟ سبحان الله. كمل الفيديو. الفيديو بتاعنا اهو. الفيديو بتاعنا كوبايه؟ هو الفيديو بتاع حضرتك كوبايه؟ طب نكمل نشوف ايه الموضوع. انت اهو. انت اهو، يعني انا كوبايه؟ نكمل ماشي. انا اسف، اتفضل. انت ده يا عم انا مش عايز ابقى ده، انا ما بحبش برنده تفاح، بحب برتقال. بعد اذنك بقى انا رخم. وانت يا سعفان بتشرب ايه؟ لا يا اسطى انا ماليش دعوه، انا عايز بير. بيري ايه يا عم؟ يا مصر استنى بس لما تشوف الاخ ده. انت ده انا انهي واحد فيهم حضرتك؟ اتغيرت الكوبايتين كده.
انت اهو انت اهو انت ده في ايه؟ اكيد النصائح الهادفه هتبقى في الاخر، بس مش عارف انت اهو. كل واحد لازم يعرف حجمه ويعرف قيمته. القط ممكن يخربش لكن عمره ما يبقى اسد، ودير الكلب عمره ما يتعدل، والاقرع هيفضل اقرع وابو شعر هيفضل بشعر. شكرا ليكم، سلام عليكم. لا كل كلامك كده على فكره بقى ماليش فيه. طب ما كنت اقرع، هو انا اتولدت بشعر؟ كنت اقرع وبقيت بشعر. في ناس قرع قالوا حقن في قرعتهم وبسم الله ما شاء الله بقى عندهم شعر. انت كداب ليه؟ وايه يعرف حجمك؟ انت طالع تذل الناس اللي بتتفرج عليك؟ انت مجنون يا حاج؟ ايه لازمتها حاج صحيح؟ المفروض كل واحد يعرف حجمه. تجيب كوبايه كل يوم الصبح، تجيب كوبايه تجيب فيها الحاجه اللي انت بتحب تشربها، سواء مرندا تفاح او ايا كان يعني، وتقوم جاي صابب كل شويه في كوبايه وكده. انا تعبت، تعال نشوف الفيديو اللي بعده. انت مهزق يا ابني، انت مهزق. ايه اللي انت طالع تلعب بيه ده؟ مصاصه وبتعمل على اغنيه بنوته. طب نشوف الفيديو اللي بعده. بس قبل ما نشوف الفيديو اللي بعده، الناس اللي بتغني سواء بقى تامر حسني، عمرو دياب، الناس دي كلها خلاص دي راحت عليهم، اركنا على جنب، ما مالناش دعوه بيهم دلوقتي. احنا داخلين في فن جديد، فن عظيم، فن ما تفهمش ايه معناته، بس بسم الله ما شاء الله صوت في منتهى الخرويه. اتفضل. معانا كده الفنانه من اولها بتونس بيك، يعني طبعا واضح من اللحن واضح من الكلام اللي هي رومانسيه، بس الفنانه شكلها مش رومانسي بصراحه، بس بسم الله ما شاء الله الخلفيه حاجه زي الفل. لا بسم الله ما شاء الله صارفين على الكليب، يعني شفتوا كام خلفيه في نفس المكان، خلفيات زي الخرا اي نعم، بس صارف مبلغ وقدره حوالي 4 جنيه. هنا الفنانه بتطل علينا بالنضاره الشمسيه بتاعتها، خلي بالكم عشان الناس اللي بتنجذب بسرعه من الضربه الشمسيه. لا شفتوا الكلام؟ شفتوا القافيه؟ بيونسني بيحرسني. الله الله بجد اللي كاتب الكلام ده، هدعى عليك وهخلي سعفان ملك الاحزان يدعى عليك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هي دي بقى الحته اللي بتبين انهي مغني وانهي مطرب، انا مش فاهم انا بقول ايه، بس دي اللي بتبين فعلا. يعني شايف الطرب اهو، دي العروبه بقى هنا، الزور بسم الله ما شاء الله، الصوت حاجه فظيعه، والمقامات بسم الله ما شاء الله ماشي عليها صح. سيبكم بقى من الناس اللي بتروح الاوبرا عشان تتعلم ومش بتضيع وقتك يا معلم، اعمل لك كليب زي ده بخمسة جنيه باربعة جنيه وهتخربها. انت غرمان حاجه؟ مكرونه هو اللي هيجي لنا احنا. طب الحمد لله خلصنا الكليب، بس اطمن على نفسك ان انت ما جالكش اي اصابه سواء في الكلى او في القولون او اي حاجه من الحاجات دي، يعني اطمن على اللي لسه سليم. يعني ايه؟ مفيش واي فاي في البلد بحالها الا في المكان اللي الناس بتصلي فيه العيد؟ لا نتكلم بجد شويه يا جماعه، ايه ده؟ مش فاهم بجد، انت مستوعبه اللي انت بتعمليه؟ يعني الناس واقفه وراك بتصلي وانت مشغله اغنيه وعايشه حياتك عادي. احنا وصلنا للدرجه دي؟ اتجننا قوي كده بالابلكيشن ده؟ طبعا الابلكيشن مالوش ذنب، واحد عمله للاسف، موضوع فينا احنا الناس اللي بتستخدم البرنامج ده بطريقه غلط زي الاخت دي. انا عايز افهم انت كان فين عقلك بجد؟ مش عايز اقول كان فين، بس ايه ده؟ ازاي جالك قلب تصوري والناس واقفه وراكي بتصلي؟ عادي. لا واخده راحتك بقى وعماله تصوري يمين وشمال كانها قاعه افراح، ايه ده؟ وملحوظه بس كلنا بنغلط وكل حاجه، بس مش بالطريقه دي، غلط عن غلط بيفرق. مش لدرجه ان انا المفروض اروح اصلي صلاه العيد، لا اروح اعمل تيك توك والناس بتصلي واصورهم، ده اسمه قله تربيه وخرا وحاجات كتير. فعلا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده، لان كل واحد عارف هو بيعمل ايه غلط وبيعمل ايه صح،
وعشان برضو الناس ما تقولكش انت بتبين الحاجات الوحشه بس، اتفرج على الفيديو ده من الفيديوهات اللي عجبتني وفيديوهات محترمه بصراحه وكمان تستحق الدعم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات. بس يا جماعة كنا وصلت لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجة تعمل سبسكرايب، اشترك في القناة عشان احنا في طريقنا ل 200 الف سبسكرايب، ولو حابب تشوف الوش ده تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.